ما إن أعلن الرئيسان فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون عن اتفاق التعاون الاستراتيجي بين روسيا وكوريا الشمالية، حتى حركت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة الطائرات ثيودور روزفلت نحو شبه الجزيرة الكورية في استعراض لاستراتيجية الردع الموسع. البحرية الكورية الجنوبية أعلنت أن الحاملة وصلت إلى مدينة بوسان لتنضم إلى رفيقتها حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون التي وصلت قبل 7 أشهر لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الدولة المضيفة واليابان. فما مواصفات الحاملة؟ USS ثيودور روزفلت حاملة طائرات من فئة نيميتز، أطلق عليها اسم الرئيس 26 للولايات المتحدة، تعمل بطاقة محركين نوويين، فيمكنها البقاء لأكثر من 20 عاماً دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود. بدأت ثيودور روزفلت العمل في 30 من ديسمبر عام 1988 حين قامت بدوريات في البحر الأبيض المتوسط، وفي 16 من يناير 1991 وصلت إلى الخليج العربي للمشاركة في عملية عاصفة الصحراء. تتمتع الحاملة بنظام أسلحة إيجيس، وهو نظام راداري وصاروخي متكامل قادر على القيام بعمليات متزامنة للدفاع ضد التهديدات الجوية والأرضية، ومجهزة بنظام تحديد المواقع العالمي GPS. يمكن لثيودور روزفلت حمل أكثر من 60 طائرة بين مقاتلة ومروحية، عدد طاقمها قد يصل إلى 5000 شخص، وتتمتع بجميع خدمات تقديم الطعام والخدمات المصرفية وغسيل الملابس والتسوق.